السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسؤال الأول، هنا بيقول the set of vectors is a basis for R2. أوكي ولا لا؟ هي الكلمة هنا is a basis. أوكي. فيعني إيش basis؟ يعني الديترمينانت لازم ما يساوي صفر. الديترمينانت لازم ما يساوي صفر. يعني -2 5 سالب 8 20 سوي لها الديترمينانت اللي شلون نحسبها؟ سالب 2 ضرب 20 ناقص 5 ضرب سالب 8. سالب 2 ضرب 20 ناقص، ديروا بالكم من السالب، سالب 8 ضرب 5، ندخلها بالكالكوليتر راح تطلع لي على طول 0. إذا طلع 0 يعني not basis، ما في شيء. السؤال اوكي، هو قال is a basis، اذا فالاجابه راح تكون false. اوكي، هذا بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني نفس الشيء، بيحكي على البيزس. على فكره من الاسئله رتبتهم على حسب المواضيع، يعني مو على حسب الترتيب اللي موجود عندهم. فهنا السؤال اعطاني two vectors فيه unknown اللي هو الx، اوكي ولا ويقول be a set of two vector in R2. Choose x، يعني ابحث عن قيمة x such that the set form a basis. اوكي، نفس الشيء قلنا basis لازم الديترمينانت لا يساوي صفر. اوكي، احنا بنحل لا يساوي صفر، يعني نحط الديترمينانت يساوي صفر. اوكي، او في طريقة اخرى، انا مثلا نضرب هيك يعني بالكروس 6 ضرب x تساوي 9 ضرب 8، بس هو يبيها بيزس، يعني لازم لا ما يساوون بعض. اوكي، نطلع متى بيساوون بعض، يعني 6 x تساوي 9 ضرب 8، يعني 6 x تساوي 72، يعني الاكس تساوي 72 تقسيم 6، فتطلع معايا بالكالكوليتر 12. هذا 12 تعطيني not basis، بس هو يبيها basis، يعني الاكس لا تساوي 12. الاكس لا تساوي 12، يعني لما الاكس تساوي 12 not basis، يعني اكس تساوي 12 not basis. اوكي، لانه ممكن يجيب لك السؤال بعدين يحط هنا not basis. اوكي ولا لا؟ اكس لا تساوي 12 is a basis، زي ما يبيها هو بالضبط. اوكي شباب، السؤال اللي بعده يقول let w be subspace of R3 defined by w. اوكي، سهله جدا. كم عندي من مجهول هنا؟ كم عندي من مجهول؟ عندي ال A وال B، اوكي ولا لا؟ فأقدر من الحين أجاوب أقول أن الدايمنشن تساوي 2. يبيك تكتب ليش عندي A و B، أكتب الدايمنشن على طول تساوي 2. يبيك تكتب ليش، تكتب الفكتور اوكي A، اوكي 2B و B ماينس A. اوكي، اطلع اللي فيهم A بروحهم، A 0 ماينس A حل، بلس اللي فيهم B 0 2B و B حل. شباب، بعدين تحط ال A 1 0 ماينس 1 اوكي، بلس B اوكي ولا لا 0 2 1 بس. فهنا نقول ان دايمنشن اوكي، دايمنشن 2 dimension equal to. اوكي، هذا بالنسبه للسؤال اللي بعده. يعني انا عندي هنا فيكتور في 1 وهنا فيكتور في 2، فالدايمنشن مالتهم 2. (تصفيق)
نجي للسؤال اللي بعده، يقول choose the standard matrix representing the linear transformation. اوكي، شلون نطلع عن الماتريكس بالضبط؟ في طريقة أولى أني دايركت أقدر أقرأ، بس شنو لازم ندير بالي من الترتيب مالت اليو 1 واليو 2، يو 1 واليو 2. اوكي، لازم مرتبين اليو 1 واليو 2، لازم تكون مرتبة هيك يو 1 يو 2 يو 1 يو 2. هيك الماتريكس سهل نطلعها، 7 اوكي 4 3 6. هذه الطريقة الأولى والسهلة جدا، أوكي ولا لا؟ هذه الطريقة الأولى والسهلة جدا، أوكي. اللي هو الخيار راح يكون عندي هنا 7 4 و3 6. أوكي، الطريقة الثانية، الطريقة الثانية أني لازم أجيب ال إيوان. شنو ال إيوان؟ اللي هي ال1 0. شنو بيطلع ال1 0؟ راح يكون 7 زائد 0 7، أوكي ولا لا؟ وهنا تطلع 3. وبعدين نجيب ال E2، أوكي، اللي هي L01، أوكي. فلما نعوض شنو بتطلع؟ تطلع 4، لأن 7 ضرب 0، لأن هنا شنو راح تكون؟ راح تكون 7 مضروبة بالزيرو، لأن هي 7 هذه، شوفوا 7U1 زائد 4U2، 7 مضروبة بالزيرو زائد 4 مضروبة بالواحد، فتطلع كم؟ تطلع 4. اوكي، هذه الاولى. بالنسبة للثانية راح تكون 3U1، يعني هنا هذه راح تكون 3 ضرب U1، يعني 3 ضرب 0، زائد 6 ضرب 1 U2، فراح تطلع 6. اوكي، فهنا ترجع معي هذه اللي هي تطلع 6. طبعا الماتريكس، الماتريكس مالت الترانسفورميشن، هي نحط ال E1 هنا أول شيء، ال E1 اللي هي راح تطلع 7 3، وهنا 4 و6 مالت ال E2. طبعا الطريقة الأولى سهلة، بس الطريقة الأولى ندير بالي شوي. أوكي، ناخذ مثال، أعطيك أنا مثال هنا. ممكن مثلا يقول أن ال U1 U2 تساوي مثلا، أوكي، تساوي U2، أوكي أو ما، أوكي ولا لا؟ وهنا 3U2 مثلا ماينز U1، أوكي. لا، هنا لازم نرتبها، أوكي، U1 مو موجودة، أوكي U2، بس هنا نكتبها هيك ماينز U1 بلاس 3U2. لما نجي نكتب الماتريكس خلاص، هذا معامل U1، شنو معامل U1؟ 0، أوكي ولا لا؟ ماكو، لأن هنا ماكو U1، ماكو U1. شنو معامل U2؟ 1، فنكتب هنا 1. أوكي، حلو. هنا معامل ال U1، شنو معامل U1؟ نكتبه هنا، راح يكون -1. أوكي، وهنا معامل U2 اللي هو 3، فتطلع معي هذه الماتريكس اللي هي 0 1 minus 1 3. هذا مثال آخر بعيد عن المثال الأول، يعني علشان ما يغلطكمش. أوكي ولا لا؟ الحين نفس الشيء هنا اهو، عاتيني ويبي نفس الماتريكس. اوكي، فاهم شيء شوفوا هنا اهو، هنا بدل، فانا احاول ابدل الماتريكس، اكتبها بالترتيب. فشنو ترتيب الماتريكس؟ فشنو ترتيب الماتريكس راح يصير؟ راح يصير الترتيب الاصلي اللي هو 3 U1، يعني الصورة مالت الفكتور 3 U1 زائد 7 U2، وهنا نكتب -4 اوكي U1 زائد U2. اوكي، هنا راح نستنتج الماتريكس مالي اللي هي 3 و7 و-4 و1. اوكي، 3 و7 و-4 و1. فهذه ال A11، هذه ال A11، وهذه ال A12، وهذه ال A21، وهذه ال A22. اوكي، فال A11 اللي هي 3، اوكي، وال A12 اللي هي 7، والA21 اللي هي -4، والA22 اللي هي 1. اوكي، الA22 اللي هي 1. هذا من الارقام والاجابه مالت هذا السؤال. نفس الشيء نقدر نحلها بالL1، اوكي، والL2
بس طالما هذه الطريقة نافعة يعني ما نتعب نفسنا. اللي يبي يحل بالإيوان والإي تو يحل، يعني حيبحث على الصور وراح تطلع معها ثلاثة، راح تطلع معها ثلاثة سالب أربعة، وراح تطلع معها هنا سبعة واحد مالت الإي تو. أوكي حلو. الحين هو أعطانا، هو أعطانا الصور في السؤال هذا، هو اللي أعطانا الصور مالت الإي وان والإي تو. هذه إي وان، هذه إي وان أوكي ولا لا؟ وهذه مو اي 2 بس سالب اي 2 اوكي. هنا هذه سالب اي 2، فانا هنا ادير بالي لان هنا فيها سالب واحد اوكي، شفتوا هذا السالب ندير بالي منه اوكي، هذاك السالب ادير بالي منه. فانا اتاكد ان 1 0 اوكي 0 1. هذه ال اي 1 اوكي، هذه ال اي 1 اوكي حلو ولا لا؟ يعني انا احط ان ال اي 1 لان هذه اي 1 اوكي ولا لا؟ هذه اي 1، ال اي 1 تساوي 5 و7. ولما اجيب ال اي 2 اوكي، لان هو عاطيني فيها ماينس، فنقول هذه ماينس اي 2 فنضربها كلها بماينس اوكي، فشنو بتصير؟ فتصير سالب 3 وموجب 2، سالب 3 وموجب 2. فلما نكتب الماتريكس الحين، الماتريكس هي عبارة على ال اي 1 يعني 5 7 وماينس 3 و2 اوكي ولا لا؟ فهذه الاي 1 1 اوكي ولا لا؟ وهذه الاي 1 2 وهذه الاي 2 1 وهذه الاي 2 2 اوكي ولا لا؟ فالاي 1 1 صارت 5 اوكي ولا لا؟ والاي 1 2 صارت سالب 3 والاي 2 1 صارت 7 اوكي، والA22 اللي هي اثنين اوكي. نفس يعني هذا تقريبا نفس الثلاث أسئلة بيحكوا على نفس الشيء اللي هو البيزس وشلون نطلع الترانسفورميشن الى اخره اوكي ولا لا؟ حلو. الLP2 to P1 transformation defined by P prime T يعني المشتقة ناقص P1 اوكي ولا لا؟ عطيني هو هنا P of T، أعطيني ال P of T، ال P of T تطلع سالب 3 T تربيع زائد 5 T زائد 4 أوكي ولا لا؟ فنحط ال P prime of T، P prime of T اللي هي سالب 6 T زائد 5 بس، ونحط ال P1، ال P1 اللي هي سالب 3 زائد 5 زائد 4 فتصير 6. فلما نحسب أنا P prime T أوكي ناقص P1 فتصير سالب 6 تي اوكي ولا لا؟ زائد 5 ناقص 6 فتصير سالب 6 تي ناقص 1، سالب 6 تي ناقص 1 بس. هذه الإجابة اللي هي سالب 6 اوكي، سالب 6 تي اوكي ناقص 1 اوكي ولا لا؟ طبعا انا ممكن ازيدكم شرح على هالمسألة لو كان يبي الماتريكس اوكي ولا لا؟ لو كان يبي الماتريكس اوكي، لو كان يبي الماتريكس مالت الحل. طبعا لما يطلب مني الماتريكس هنا للتوضيح، لما يطلب مني الماتريكس لازم يحدد البيز مالت البيز مالت ال بي 2 اوكي. شلون تبدا مثلا؟ هل هي تبدا من 1 تي تي تربيع ولا تي تربيع و تي او 1 اوكي؟ على حسب اوكي. هم للامانه دائما يحطوها الثانيه اوكي، دائما يحطوها الثانيه، فانا دير بالي على حسب اوكي. فهنا البيز مالت فهي ناخذها تي تربيع اوكي ولا لا؟ و تي او 1 والبي 1 ممكن يحطها اوكي، البيز مالتها ممكن يحطها يا اما 1 تي اور تي 1. هات ناخذها احنا بالعكس، الحين ناخذها 1 تي بالعكس معكوسه، وهذه تي تربيع. فعشان نجيب البيس بكل بساطه، فان انت اول شيء جيب ال 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 تي تربيع. شنو ال ال تي تربيع؟ هي المشتقه 2 تي ماينز صوره الواحد ماينز 1، ونجيب ال ال تي اوكي اللي هي المشتقه ماينز صوره الواحد اللي هي 1 تطلع 0، ونجيب ال ال 1 اللي هي المشتقة 0 ناقص صورة الواحد اللي هي 1 تطلع سالب 1
حل. فلما تيجي تكتب الماتريكس الحين انت اوكي ولا لا، فهنا صورة التي تربيع، وهنا صورة التي، وهنا صورة الواحد، وهنا الإجابة لازم تكون فيها واحد صورة يعني نسبة إلى الواحد ونسبة إلى التي. فالتي تربيع هي تساوي 2T minus 1، 2T minus 1 يعني هنا التي راح نضربها باثنين، والوان يعني شفت التي هنا، هذه التي، التي راح نضربها باثنين اهي، فنكتب اثنين هنا، والماينز 1 راح نضربه بماينز 1، فنكتب الماينز 1، نكتب الماينز 1 هنا. اوكي، بالنسبة للال تي اثنين هم زيرو، يعني ولا واحدة راح تطلع، هذه زيرو وهذه زيرو، اوكي، ولا واحدة راح تطلع فيهم، ما فيهم شيء، زيرو زيرو، اوكي ولا لا. بالنسبة للوان بس طلع ماينز 1، يعني ماكو شيء هنا زيرو ما عنده، بس هنا طلع ماينز 1. فهذه الماتريكس اللي حولت بها انا اللي من ال P2 الى ال P1. طبعا لو بدل البيزس مثلا تي تربيع هذه، لو بدل هذه اوكي 1 يتبدل الترتيب بس، اوكي، ولو بدل هذه طبعا نفس الشيء يتبدل الترتيب، اللي فوق يصير تحت، يعني هذا ينزل تحت وهذا يصعد يصعد فوق. هذه اضافه من عندي انا على السؤال لو طلب منه البيزس، لو طلب منه الماتريكس اوف ترانسفورميشن، اوكي ولا لا. ده الجزئيه الاخيره اللي هي تحكي على شو اسمه، تحكي على شلون نطلع الكاركترستيك بولينوميال فورمولا، هي انك تاخذ الاي يعني البي لامدا، اوكي ولا لا، هي لامدا اي ماينس اي، يعني انت هنا ديترمينانت، طبعا هو ديترمينانت، اوكي ولا لا. فانت عندك لامدا ماينس 8، يعني الاعداد هذه كلها نكتبها بالسالب، يعني الزيرو مثلا لو كان نكتبه بالسالب عادي، السالب 2 نكتبه، وهنا لامدا ماينس 5. ديترمينانت سهل، يعني ديترمينانت معروف شو نسوي، نضرب هذه اوكي ولا لا، ناقص هذه، اوكي نضرب هذه اول شيء، ناقص هذه، طبعا هذه زيرو، هذه الأخيرة آخر شيء زيرو، فيصير هنا الديترمينانت يساوي لامدا ماينس 8 في لامدا ماينس 5، فيطلع عندي لامدا سكوير أوكي ولا لا، ناقص 13 لامدا زائد 40، أوكي هو ناقص 13 لامدا زائد 40، إذن الإجابة هنا فولز وليست ترو، فولز وليست ترو، اوكي. حل. يقول هنا السؤال اي اعطاني الايجن فاليو في اي بي اسوسييت تو لامدا ايكوال ماينس 4، اوكي ولا لا، يعني شو معنى في، يعني الاي في، يعني ها شو معنى الكلام اللي قالوا هنا، يعني ان اي في هذا شو معنى اي في يساوي ماينس 4 في، يعني هذا شو معنى ايجن فيكتور اوف ايجن فاليو ماينس 4، هذا التعريف مالت الايجن، يعني اي في يساوي ماينس 4 في، اوكي ولا لا. يعني انت راح تقول ان الحين 5، نكتب الماتريكس مالي 5 0 سالب 8 سالب 4، اوكي ولا لا، نضربها في الاي بي، اوكي ولا لا، حل تساوي ماينس 4 في، يعني ماينس 4 اي وماينس 4 بي، هذا اللي راح يتم الحين، فتعطينا 5 اي ناقص 8 بي تساوي سالب 4 اي، اوكي ولا لا، وبعدين تعطيني ماينس 4 بي، اوكي ولا لا، يساوي ماينس 4 بي، طبعا هذه خلاص راح تبقى لي بس هنا المعادلة الأولى، اوكي، فتصير 5 اي زائد 4 اي اوكي ناقص 8 بي يساوي 0، ف 9 اي ناقص 8 بي يساوي 0، يعني 9 اي تساوي 8 بي، اوكي، يعني الاي تساوي 8 على 9 على 9 بي. فانت هنا مثلا
تختار ال A مثلا، نختار أنا أختار ال B سهلة جدا، أختار ال B تساوي 9، أختار ال B هنا تساوي 9، أوكي ولا لا؟ فتصير عندي ال B تساوي مثلا 9 اللي هو قال أنا إيجن فيكتور، وال A تساوي 8 بكل بساطة، أوكي ولا لا؟ فهنا نكتب ال A تساوي 8، أوكي، وال B 9. لو مو هذا بس الحل، راه ممكن أنت كنت تختار مثلا ال B 1، اوكي، ممكن كنت تختار البي 1 فهذه تيجي 8 على 9، اوكي ولا لا؟ اي شيء يعني اي عدد، فهمتني؟ ممكن تختار -9 مثلا، هنا تطلع هنا -8 عادي، يعني الاختيارات متعددة، ما راح تلاقي نفس السؤال يعني، لانه هو طالب انيجن، شنو طالب هنا؟ انيجن فيكتور يعني مليون فيكتور، اوكي. اوكي، السؤال هذا اللي هو شوي يمكن اصعب سؤال فيهم كلهم، يقول find the diagonal matrix دي دي 1 1 دي 2. سهل جدا، شلون نطلع هذا؟ تروح تعمل البي لامدا، تروح تعمل البي لامدا، اوكي ولا لا؟ ملت الاي اللي هو قلنا determinant لامدا ماينز 3 0 ماينز 12 لامدا ماينز ماينز 5 تصير اوكي 5، اوكي ولا لا؟ ونضربهم بعض. فطبعا هنا ديترمينت سهل هنا، ان هذا ناقص هذا، هذا فيه زيرو، اوكي ولا لا؟ خلاص، فتصير لامدا ماينز 3 في لامدا زائد 5، اوكي. ونطلع الاصفار، لامدا تساوي 3 ولامدا تساوي -5، حلو ولا لا؟ فلامدا تساوي 3 ولامدا تساوي -5، خلاص. فنقول هنا 3، اوكي، دي 1 1 تطلع 3، ودي 2 2 تطلع -5. ممكن غيرك يكتب لا -5 وهنا 3، خلاص كان الله غفور رحيم. بس هيك، هذا مهم حل المسائل ان شاء الله، ان شاء الله موفقين ان شاء الله بحول الله.